مصطفى، أحييكم بتحية الإسلام. السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبت برعمة بالراح الياس آيات بينات سورة الفاتحة بين تحيينا رب إن شاء الله في هذا اليوم السعيد. أعوذ كل سنة يقوم النادي الرياضي بمجلس بلدية مسعود لتكريم أبناء المتفوقين دراسيا ورياضيا حسب الاستطاعة. ها هو اليوم يشارك الأولياء، أولياء الأبناء، أبناء هذا الفرع، فرحتهم بنجاح أبنائهم دراسيا ورياضيا. هذا النجاح الذي يشرف نادينا، وكلمة حق تقال: لولا دعم الأولياء وتحفيزهم في شراء الجوائز لما كان لنا هذا اللقاء. استعراض خفيف يقدمه أبطال هذا النادي، فيتفضل أبناء هذا النادي الممثلين لفرع اليوسكاميو. خذ